ترجمة
السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. وأهلا حمزة. متابع الشاشة حمزة، حمزة اليوم سنتدرب على الكتابة، نكتب كل كلمة نكتبها 3 مرات، أحترم. أعيد كتابتها 3 مرات، ومحترما مقاييس الحروف يا حمزة. واضح؟ واضح حمزة؟ 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 نعم تسمع فيا ولا؟ نعم أسمع. فهمت التمارين؟ نعم باي، بسرعة اكتب الكلمات واحترم المقاييس، كل حرف احترم المقياس متاعه، وأرني الخدمة متاعك، وريها لي باهي بعد ما تكمل، وأرني خدمتك باهي باهي. حمزة، نعم بيهي بيهي، مش انت الوحيد معك صحابك؟ وردين اهوك معك هذاك من كل هذا وين تابع؟ مرحبا مرحبا. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ايدك مبروك، دعمت بخير، بارك فيك. وانت باللمسة العيش يا مريم. هاي مريم، اليوم سنتدرب عن الكتابة، سنكتب الكلمات، هذه الكلمات كل كلمة نعيدها 3 مرات، محترمين مقاييس الحروف. مقاييس الحروف شفناها سابقا، مقاييس الحروف وهي موجودة في الشاشة، كل حرف لدينا المقاييس نتاعه. نكتب الكلمات 3 مرات ثم نقدم العمل، كل واحد يكمل يوريني خدمته باهي. واضح؟ واضح. جاي داي بسرعة.
افتح الكاميرا يا محمد. حمزة سيدي، ماذا يا مريم؟ نكتب الثانية والثالثة، الأولى والثانية والثالثة، كل كلمة نعيدها 3 مرات. أحتاج يعني نزيد الإشارات والضوئيات. نعم الضوئيات. أكتب أحترم الإشارات الضوئية، جملة كاملة سنكتبها 3 مرات. أحترم الإشارات الضوئية. أحسنت هارين العمل بتاعك.
جيد. لا أحسنت حمزة. هاي ماري بسرعة. ماذا؟ أنا مش نفس القناة الضوئية. بسرعة بسرعة، بعد ذلك سننجز إملاء بسرعة. بسرعة مريم. بسرعة. سيدي أنا مثل آخر واحد. باهي أسري. شيء داي هارين العمل لي باهي باهي. مريم انتبهي أكثر لمقاييس الحروف. باهي حاولي أن تكتبي الكلمات محترمة مقاييس الحروف، كل حرف تعطي حقه. باهي جاي. هاي الآن سوف نعم أعرف. الآن يا مريم، الآن يا مريم نستمع جيدا، وحمزة نستمع جيدا ونكتب الكلمات إملاء. الآن إملاء. هاي نستعد نستعد. حمزة حمزة تسمع فيا ولا؟ حمزة أقول له حسني سيدي أنا كتبت إملاء. حسني ولا حمزة؟ شنو حمزة؟ حمزة حمزة تسمع فيا ولا لا؟ تسمع فيا ولا لا؟ أسمع. بقى تو إملاء يا حمزة. نعم مش لا نستحق الشاشة. الآن نستمع، اسمع الكلمات واكتبها إملاء. واضح؟ واضح؟ زايدة. هاي نستعد نستعد. اقترب اقترب. عيد الأضحى. اقترب عيد الأضحى. عيد الإضحى.
اقترب عيد الأضحى. إذا أنهينا نرفع القلم. أنهيت. طيب فكثرت صوتي مشوقك. واضح الآن الصوت ولا واضح؟ فكثرت اقترب عيد الأضحى فكثرت الحركة. أعيد قراءة الجملة من البداية. اقترب عيد الأضحى فكثرت الحركة. أنهيت. أحسنتي. أنهيت حمزة؟ أنهيت حمزة؟ نعم. نعم بقى افتح الكاميرا يا حمزة. افتح الكاميرا يا حمزة. ماشي سيدي. نعم. الشاشة سوداء. نعم أعرف هذا ذلك يا ماري. باه. الكلمة الموالية في الشوارع. أعيد قراءة الجملة من البداية. اقترب عيد الأضحى فكثرت الحركة في الشوارع. أكتب إذن في الشوارع. في الشوارع كتبت حمزة في الشوارع. باه أحسن. وكثر الحديث. وكثر الحديث. وكثر الحديث. أنهيت. جيد أحسنتي. وكثر الحديث عن كبش العيد. وكثر الحديث عن كبش العيد. وكثر الحديث عن كبش العيد. وكثر كثر الحديث عن كبش العيد. أعيد قراءة الجملة من البداية. اقترب عيد الأضحى فكثرت الحركة في الشوارع وكثر الحديث عن كبش العيد. نقطة نقطة. وذات ليلة طلب منا أبي
طلب منا أبي الحضور إلى غرفة الجلوس، الحضور إلى غرفة. عادي تعود الجملة. نعم. وذات ليلة طلب منا أبي. سيدي صوتك مش واضح. صوتك مش واضح. ليه صوتك واضح سيدي؟ لا لا، الصوت الآن واضح. الصوت الآن لا، تو الصوت يعني ولا خفيف. وذات ليلة طلب منا أبي الحضور إلى غرفة الجلوس، الحضور إلى غرفة الجلوس. وذات ليلة طلب منا أبي الحضور إلى غرفة الجلوس، الحضور إلى غرفة الجلوس. جيد، أحسنت. نعيد. جيد، به. أعيد الجملة. وذات ليلة طلب منا أبي الحضور إلى غرفة الجلوس. نقطة، نضع نقطة. حمزة افتح الكاميرا يا حمزة، افتح الكاميرا يا حمزة. ما اشتغل الكاميرا حمزة. بعد ما حطينا نقطة، فانتقلنا. جيد، فانتقلنا. انهيت حمزة. فانتقلنا، كتبت حمزة فانتقلنا. اكتب فانتقلنا. فانتقلنا بسرعة حمزة. فانتقلنا. فانتقلنا بسرعة. 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 وكلنا شوق. وكلنا شوق. وكلنا شوق. وكلنا شوقا. وكلنا شوق ولهفة. ولهفة. ولحمة. ولهفة. 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 نعم، لهفة. نعم، ولهفة. يعني شنو هو ولهفة؟ بالهاء. له هاء. لهفة. لهفة. نعم، بلهفة. ذهبت إلى الملعب بلهفة، يعني بشوق. وكلنا شوق ولهفة لمعرفة. لمعرفة.
لما رفعتي، لما رفعتي، لما رفعتي. لمعرفتي ما يريده منا، 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 ما يريده منا. جيد، ممتاز، أحسنتم. الآن سنصلح الكلمات. نتابع الكلمة الأولى، اقترب، اقترب. شفنا اقترب الكلمة الأولى، نصلح هاي. مش موجودة. اقترب، اقترب. هاي نصلح اقترب، اقترب. جيد، يعني أنا إحنا بنصلح وحدات. نعم، سنصلح بالكلمة بالكلمة. مبني النص وبعدها نشوفوه. لا، اقترب. شكون هنا الكلمة، الكلمة الأولى اللي كتبناها شني؟ اقترب. اقترب، كتبتوها بشكل صحيح؟ حمزة، كتبت اقترب بشكل صحيح كما هو موجود في الشاشة؟ نعم. نعم، جيد. عيد الإضحى، عيد الإضحى، نصلح. صحيح، أحسنت مريم، نصلح يا حمزة. عيد الأضحى، أصلحت حمزة؟ نعم. نمر للكلمة الثانية، شنو الكلمة الثانية؟ فكثرت. ماذا؟ فكثرت. فكثرت، فكثرت، يكتب بهذا الشكل، فكثرت. صحيح. الكلمة الموالية حمزة، ترى أقرأ الكلمة الموالية، ماذا؟ فكثرت ماذا؟ ماذا؟ الحركة. أحسنت، الحركة، تكتب بهذا الشكل، الحركة. الشمسية أو القمرية يا مريم؟ الحركة. القمرية. أحسنت، الحركة. جاي الكلمة الموالية، في الشوارع. أحسنت، هناك شدة على الشين، لا ننسى التضعيف، الشدة. في الشوارع، في الشوارع، لا ننسى الشدة والتضعيف. وكثورة، وكثورة. نصلح الكلمة، جيد، أحسنت مالك. نصلح حمزة، حمزة نصلح. وكثورة، كثرت الحركة في الشوارع، وكثر. جيد، وكثر مال، كثر الحديث، حديث، الحديث. القمرية، الحديث، نصلح الحديث، الحديث. صحيحة مريم؟ صحيحة. الحديث عن ماذا؟ عن كبش، عن كبش، عن كبش العيد. أحسنت، عن كبش العيد، جيد جدا، عن كبش العيد. وذات، أي نكتب وذات، ذات،
وذات نصلح ذات صحيح 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 حمزة نصلح ذات وذات ليلة ليلة جيد نصلح ليلة نصلح يا حمزة نصلح جيد حمر حمزة أصلح ليلة طلبة 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 يا مريم طلبة نعم طلبة منا أبي نصلح نصلح يا حمزة نصلح طلبة مني يا أبي الحضور نصلح الحضور نصلح الحضور جاي. إلى غرفة الجلوس نصلح إلى غرفة الجلوس إلى غرفة الجلوس فانتقلنا بسرعة وكلنا فانتقلنا بسرعة نصلح فانتقلنا بسرعة حمزة صلح نعم أصلح الكلمات هل عندك أخطاء شوف عندك أخطاء فانتقلنا بسرعة فانتقلنا كلمة بالكلمة جاي فانتقلنا بسرعة وكلنا وكلنا ماذا وكلنا شوقا وكلنا شوقا ولهفة أحسنت وكلنا شوق ولهفة لمعرفة ما يريده منا وكلنا شوق ولهفة لمعرفة ما يريده منا صحيح مريم صحيح لا ترى نشوف ترى وريني مريم لحظة حمزة مريم وبعد مريم ترى نشوف مريم مريم به جاي حمزة ترى باه جاي أحسنتم جيد جدا باه فتحنا الأربعة يعني ماذا؟ ماذا؟ فتحنا الأربعة خطوان لم ما أفهمك إيه صوتك غير واضح احنا الأربعة خطوان نعم لو تقرأ أم لا باه جاي هاي املاء هاي نستعد املاء مرة اخرى نستعد نستمع ونكتب العبارات اعبر اعبر ونحترم مقاييس الحروف نكتب الحروف بشكل جيد أعبر نكمل نرفع القلم أحسنت مريم بسرعة حمص نرفع القلم إذا انهي هما فضل يمكنك ذلك أحسنت حمزة جاي ننتظر مريم حتى تأتي ونمر إلى العبارة الثانية
باه. مش فاهم ماري. نعم مش فاهم. باه. كلمة ثانية قلنا أعبر ممر. ممر. أعبر ممر. 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 واضح؟ واضح؟ ممر. أعبر ممر. أعبر ممر. أعبر ممر. المترجلين. أعبر ممر المترجلين. اكتب يا حمزة. أعبر ممر المترجلين. أعبر ممر المترجلين. جيد يا مريم. أعبر ممر المترجلين. جيد. سنصلح الآن. سنصلح الكلمة الأولى. أعبر. أعبر ممر. ممر. أعبر ممر المترجلين. أعبر ممر المترجلين. صحيح؟ سيدي أنا عندي غلط. مصلح؟ عندي غلط. جاي. أعبر ممر. المترجلين. أعبر ممر المترجلين. عندي أربع غلطات. أنا عندي غلطتين. شاهد الآن. الآن خط. به. فرامل الدراجة معطلة. نكتب هذه الجملة مرتين. فرامل الدراجة معطلة. فرامل الدراجة معطلة. نكتب يا مريم.
مرتين الجملة نعيدها مرتين ونحترم مقاييس الحروف، لا ننسى مقاييس الحروف. مرتين نعيد الجملة مرتين. فرامل الدراجات معطلة. نعيدها مرتين ونحترم مقاييس الحروف، كل حرف أعطوه حق. فرامل الدراجة معطلة. انهينا بسرعة بسرعة بسرعة. أحسنت حمزة، أحسنت، ممتاز حمزة. جاي اقرأ الجملة يا حمزة، اقرأ حمزة الجملة. فرامل الدراجة معطلة. أحسن، ما هي مقاييس، أحسن، ما هي مقاييس الألف؟ الألف كيف نكتب الألف؟ ما هي مقاييس حرف الألف؟ كم سطر فوق، كم مربع فوق السطر؟ ثلاثة ونصف. أحسن جاي، أحسن، ثلاثة مربعات فوق الألف، جيد جدا. وحرف الميم، الميم واحدة وربع. ممتاز، أحسن أحسن، مربع واحد فوق السطر، حرف الميم مربع واحد فوق السطر، ممتاز يا حمزة، أحسن. أي مالي من هيدي بسرعة بسرعة لأن الوقت انتهى بسرعة. بسرعة بسرعة.
أنا عايز دقيق. ما بسرعة يا مريم. نهايتي مريم. دقيقة واحدة. فرامل الدراجة معطلة. بسرعة ماري. لحظة مثلا لي واحدة بس. جيد. مريم، حرف الدال، حرف الدال، ما هي مقاييس حرف الدال؟ ماذا يا مريم؟ مربع واحد. فوق السطر. لا جيد، أحسنت أحسنت. اقرأ الجملة. الدراجة. اقرأ الجملة. فرامل فرامل الدراجة معطلة. أحسنت، شكرا لك. أشكركما على الحضور اليوم، جيتم مؤخر شوي راكم. في الوقت به. شكرا لكم على الحضور وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. اللقاء. إلى اللقاء.